للمزيد مشاهدينا حول المباراة الفاصلة ما بين مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. ينضم إلينا محمد يحيى يوسف الناقد الرياضي. محمد، برحب بك على شاشة التلفزيون المصري. يعني بادئا ذي بدء، أبرز استعدادات المنتخب المصري لهذه المباراة الفاصلة. اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا يمكن منتخبنا الوطني بقى على اتم الاستعداد، خلاص انهى كل حصصه التدريبيه، انهى الحصص الفنيه كمان بالنسبه للمدرب مستر كارلوس كيروش اللي قدر ان هو بيغلق الباب تماما على كل لاعبي المنتخب في الفتره الاخيره ديت عشان ياخد منهم اقصى تركيز يقدر نحقق بيه الامل والحلم بتاعنا ان احنا التاهل لكاس العالم مره اخرى اللي بيبدا من المباراه الاولى في مصر هنا هوت امام السنغال والمباراه الثانيه يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. طبعا منتخبنا يمكن يعني كل اللعيبه دلوقتي موجودين جاهزين وان شاء الله يبقى يقدموا مباراه كويسه. خلاص بالحديث محمد عن جاهزيه اللعيبه، كان عايزين بس تاكيد على الحالة الصحية لجميع اللعيبة بالأخص طبعا محمد صلاح اللي كان فيه إشاعات بتنتشر يعني عن شكوك عن حالته الصحية. لا، كل اللعيبة الحمد لله بخير، يمكن حتى محمد صلاح كان فعلا في إصابة خفيفة كانت حصلت له أثناء تواجده مع ليفربول لكن بدأ يتعافي منها بشكل خلاص تمام إن شاء الله وهو جاهز. ويمكن حتى ده اللي شفناه في التدريبات اليومين اللي فاتوا، مفيش مشاكل، بيشارك بشكل كويس بشكل جيد. طبعا احيانا بتبقى الاصابات الخفيفه دي في الوقت اللي زي كده بتثير الشكوك وبتثير القلق وبتكسر بسببها الشائعات، لكن لا، اللي باكده لك انه خلاص محمد صلاح جاهز. ويمكن حتى هو نزل تويت امبارح بيحس الناس كلهم والجماهير ان هي تدعي منتخب مصر وتأزره وتشجعه أكيد عشان خاطر خلاص ما فيش وقت طبعا. وهو كمان كابتن محمد صلاح طالب طبعا الجماهير عبر موقعه على تويتر ان هو يعني طالب بمسانده الجماهير سريعا. محمد، نظرا لضيق الوقت، هل في مفاجاه في التشكيل النهارده؟ او لا؟ اتوقع ممكن يكون مفاجاه بيه ان هو ما يبداش بحمدي فتحي لانه هيحاول يبدا بتشكيل اكثر هجوميا، فممكن يبقى مكان حمدي فتحي في نص الملعب جنب السوليه والنني، هيبقى يا اما زيزو يا اما محمد مجدي قفشه. أشكرك شكرا جزيلا محمد يحيى يوسف الناقد الرياضي، كنت معنا عبر الهاتف. أشكرك شكرا جزيلا.